على سلامتكم الناس الكل، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما قاعدين تشوفوا الفيديو، الوصفه نتاع اليوم باش تكون غراتان بطاطا ولحم مفروم. انا باش نعمل لحم مفروم تاع بقري، وانتم تنجموا تعملوا اللي تحبوا عليه. هذيك الحاجه الباهيه في الغراتان اللي تنجموا تتصرفوا في المكونات نتاعو كيما تحبوا انتم. تنجموا تحطوا غراتان لحم مفروم بقري ولا داند ولا دجاج، تنجموا تعملوه غراتان بالدجاج كيما تنجموا تعملوه غراتان بالخضره. يعني تتصرفوا في المكونات نتاعهم على حسب الرغبه نتاعكم يعني، وحسب زاده المتوفر في الدار. انا حطيت فيه بشاميل، زاده البشاميل تنجموا ما تحطوهاش، اما راهي تشخشخ الغراتان وتخليه ابن. دونك تبعوا معي الوصفه ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه باش نبدا طيب اللحم مفروم، عملت بصله متوسطه برشتها خاطر الصغار ما يحبوش البصل، يعني باش ما يحسوش اللي فيه بصل برشتها. شويه زيت زيتونه وحطيت اللحم وفوحت في ملح فلفل اكحل تبلو كرويه وكركم. مش باش نعملو معناتها احمر، باش نعملو ازعر. وكي انتم ما تحبوا معناتها طيبوه كيما البولونيز، معناتها صوص تاع البولونيز، تنجموا زاده وتفوحوا الصوص بولونيز عاديه كيما متعودين تعملوها. زدتو شويه ماء تقريبا فنجان نتاع قهوه صغير وخليته يطيب في عقله. من بعد خديت البطاطا قشرتها وقصيتها كيما شفتوا هكاكا وقليتها، حملت لها حطيت لها شويه ملح وشويه كركم وقليتها. البشاميل عملت معكم الوصفه قبل في اكثر من مره في لازانيا، وتنجموا وطن نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف وشوفوا الوصفه نتاعها. لهنا البشاميل وهي مازالت سخونه هكاكا زدت على اللحم المفروم كيما شفتوا شايح، معناها خاطر ماهوش صوص ما حطيتش فيه برشا ماء، وخليته نشح حتى بشويه الماء اللي فيه خليته نشح باش نشخشخو هكا بك البشاميل. حطيت اكثر من نص والباقي باش نخليه باش نسقي به الجراتان في الاخر من الفوق. اما بالنسبه لوصفه البشاميل، تاخذوا 50 غرام فرينه، 50 غرام زبده، ذوبوا الزبده وتزيدوا الفرينه وتحركوا. من بعد تبداو تزيدوا في الحليب، نص لتر حليب تبداو تزيدوا فيها بشويه وانتم تحركوا، كل ما يعقد القوام نتاعها تزيدوا شويه حليب وتكملوا هكاك لين تكملوا كميه الحليب الكل، والا ابسط ما تحبوش توزنوا مغرفتين زبده ومغرفتين فرينه ونفس الطريقه، ونص لتر حليب بالطبيعه. لهنا باش نبدا نقد في الجراتان تاعي. خديت الطبق وغير المكونات البطاطا والبشاميل واللحم مفروم، فما هذاك جبن ايمونتال، انتم تنجموا تحطوا اي جبن اخر تحبوا عليه، حتى جبن شرائح. هذاك علاش قلت لكم الحاجه الباهيه فيه اللي تنجموا معناتها تتصرفوا في المكونات نتاعو بحسب الموجود وكيما تحبوا انتم. من بعد ما رصفت الطبق الكل حطيت فيه البطاطا بالطريقه اللي كنتوا تشوفوا فيها، توا باش نحط طبقه فوق البطاطا، طبقه من اللحم المفروم المخلط بالبشاميل، وباش نوزعها على الطبق الكل. من بعد الطبقه نتاع اللحم المفروم باش نحط طبقه نتاع جبن. انا لهنا كيما قلت لكم استعملت جبن ايمونتال، نتوما تنجموا تستعملوا نوع اخر جبن شرايح تنجموا. انا ماذا بيا راني حطيت فيها الموتزاريلا تجي مشخشخه اكثر وتجي هكا التجبيده نتاع الجبن نحبها في الماكله، اما الا غالب عندي هذه استعملته مش مشكله، هو راه يجيب اي نوع تحبوا عليه. من بعد ما حطيت الجبن باش نزيد نعمل نفس المراحل، معناتها طبقه بطاطا وطبقه اللحم، باقي الكميه نتاع اللحم مفروم كملت حطيتهم نوزعهم، ونزيد نعمل طبقه اخرى فوق اللحم المفروم نتاع الجبن. من بعد باش نحط الطبقه الاخرانيه نتاع البطاطا، وانتم حاولوا ما تعملوا القرار قديش باش تعملوا من طبقه المكونات الكل، وحاولوا معناتها باش تقسموا المكونات بطريقه انه يكفي معناها للطبق الكل، معناتها الطبقات الكل يكونوا موجودين. مثلا بطاطا ما تخليوش مثلا شطر بركه طبق بطاطا، ولا معناتها هكا عينكم ميزانكم احسبوها كيف باش تجي قد قد. من بعد ما كملت رصفت البطاطا باش نصب باقي الكميه نتاع البشاميل فوق المكونات الكل بالطريقه هذه، وباش نوزعهم، ومن بعد باش نحط فوقها
الجبن مرحي وباش نحطو الفلفور. الفور يكون سخون من قبل على 200 درجة، وانتم عندكم ميزانكم تعرفوا معناتها الفور متاعكم كيفاش السخانة متاعو، إذا كان يسخن برشا نقصوا شوية، كان من نوع اللي ما يسخنش برشا زيدوا شوية على 200 درجة. وقت اللي حمر طاب وحمر الوجه متاعو كما تشوفوا لهنا، خرجتو من الفور لهنا مزيل هكا يتشتش هاكا، وباش نقصو الجراتان يتاكل سخون باش خاطر كيف يبرد باش يبس معناها، خاطر فيه جبن وفيه البشاميل، تعرف البشاميل وقت اللي تبرد تشد روحها وتعقاد، دونك ماذا بيكم معناتها يتاكل سخون من نار وطول من الفور يعني يتحط طول معناتها يتقدم وناكلوه طول. باش تشوفوا ما جاش هكا معناتها سايح برشا، وما جاش زاد هكا العاقد يبس كأنه طاجين، أكل بين بين باهي مقبول، يتحط في الصحن يكون الشكل نتاعو مزيان، أو ميم طون البنة مضمونة وأكيد باش يكون بنين برشا. الوصفة نتاعنا اليوم وفات، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم، نرجعلكم في وصفة أخرى إن شاء الله. تبقى على خير، باي باي.